قبل أن ننطلق في موضوعنا، نشكركم أعزائي المشاهدين على دعمكم المشروط، فلنحاول إيصال الفيديو لعشرة آلاف إعجاب كتشجيعنا على إطلاعكم بكل جديد. نظام المدفعية الموجه بالليزر عالي الدقة كراسنوبول M2 المعروف أيضا باسم KM1M هو نظام متقدم يستخدمه الجيش الجزائري لزيادة دقة وإمكانية استهداف الأهداف الحساسة بفعالية عالية في ساحات المعارك. تم تطوير هذا النظام ليعمل ضمن مجموعة من مدافع الهاوتسر الميدانية، ويتيح للقوات الجزائرية إمكانية إصابة الأهداف المتحركة والثابتة في ظل ظروف تضاريسية معقدة وظروف مناخية صعبة. ولكن قبل أن ننطلق في موضوعنا متابعينا الكرام، لا تنسوا أعزائي المشاهدين الضغط على زر الإعجاب كتشجيع لنا على إطلاعكم بكل جديد. خلفية حول كراسنوبول M2. تم تطوير هذا السلاح كترقية لنظام كراسنوبول الأصلي الذي بدأ الاتحاد السوفيتي في تطويره في الثمانينات. الهدف من هذه الترقيات كان تحقيق قدرة إضافية تشمل تحسين الدقة وزيادة المدى وتعزيز المقاومة للتشويش الإلكتروني. يعمل كراسنوبول M2 بنمط توجيه ليزري شبه نشط، حيث يستخدم مستشعر ليزري لتوجيه القذيفة نحو الهدف بعد إطلاقها، ويمكن أن تعمل القذيفة بشكل متناغم مع وحدات توجيه ليزري تنقضية أو محمولة جوا، مما يضمن توجيها مستمرا ودقيقا على الأهداف المعادية. الخصائص التقنية لنظام كراسنوبول M2: يتميز كراسنوبول M2 بعدة خصائص تقنية تجعله فريدا وفعالا في المعارك، وأبرز هذه الخصائص: أولا المدى، يصل مدى النظام إلى حوالي 25 كيلومترا، مما يتيح استهداف الأهداف التي تقع على مناطق بعيدة عن مرمى المدفعية التقليدية، ويمكن تمديد هذا المدى حسب نوعية المدفعية التي يتم استخدامها كمنصة إطلاق. ثانيا الدقة العالية، بفضل التوجيه الليزري يمكن للنظام إصابة أهداف بحجم صغير بدقة تصل إلى 1 متر، هذا يتيح استهداف الدبابات والمركبات المدرعة وحتى التحصينات بدقة متناهية. ثالثا التوجيه الليزري شبه النشط، يستخدم كراسنوبول M2 التوجيه الشبه نشط، حيث يتم توجيه القذيفة عبر إشارة ليزرية تسلط على الهدف من قبل وحدات توجيه محمولة على الأرض أو من الطائرة بدون طيار. بمجرد اقتراب القذيفة من الهدف يتم تعاقب الإشارات الليزرية حتى تصل إلى هدفها. رابعا القدرة على مقاومة التشويش، تم تطوير النظام ليكون مقاوما للتشويش الإلكتروني، مما يجعله أقل عرضة للتداخل أو التشويش من قبل الأنظمة المضادة المعادية. خامسا القدرة على إصابة الأهداف المتحركة، من أهم ميزات النظام هو القدرة على إصابة الأهداف المتحركة سواء كانت مركبة أو أهداف أخرى متحركة، مما يجعل النظام مفيدا جدا في البيئات الديناميكية. التالية مكونات نظام كراسنوبول M2: يتكون نظام كراسنوبول M2 من عدة مكونات رئيسية تعمل معا لتحقيق الدقة في التوجيه والإصابة. ومن بين هذه المكونات أولا القذيفة الموجهة، القذيفة هي المكون الأساسي، وهي تحتوي على مستشعرات ليزرية وأجهزة توجيه لازمة للوصول إلى الهدف. ثانيا وحدة التوجيه، تعمل الوحدة على إطلاق شعر ليزري على الهدف، وتستطيع أن تكون محمولة من قبل جنود على الأرض أو من طائرة بدون طيار أو من المركبات الدعم. ثالثا المدفعية الميدانية، نظام يمكن إطلاقه من مدافع هاوتسر، وهي مدافع توفر قدرة على إطلاق قذائف الثقيلة لمسافة بعيدة. رابعا نظام التحكم والرصد، هذا النظام يتيح مراقبة سير القذيفة وتوجيهها، ويوفر إمكانية التفاعل السريع في حال كان هنالك حاجة لتعديل المسار. تالي القدرة العسكرية لنظام كراسنوبول M2 في الجيش الجزائري، يستخدم الجيش الجزائري نظام كراسنوبول M2 بشكل فعال لعدة أسباب. أولا النظام يلبي احتياجات الجيش في استهداف النقاط الحساسة بدقة عالية، مما يجعله خيارا مثاليا في العملية التكتيكية التي تتطلب دقة عالية دون التسبب بأضرار جانبية. من الناحية الاستراتيجية يعد النظام إضافة قوية لترسانة الأسلحة الجزائرية، حيث يوفر للجيش ميزة تنافسية كبيرة في البيئات الصحراوية التي تتسم بمساحة مفتوحة وواسعة. ويمكن كراسنوبول M2 القوات الجزائرية من التعامل مع التهديدات من مسافة آمنة، ما يقلل من تعرض الجنود للخطر.
كذلك يمكن استخدام النظام في البيئة المعقدة وظروف طقس قاسية، حيث لا يتأثر كراسنوبول ام 2 بالتضاريس الوعرة أو الرمال الكثيفة، مما يجعله مناسبا جدا للجيش الجزري نظرا لوجود تضاريس متنوعة في البلاد. المزايا التكتيكية لنظام كراسنوبول ام 2: يوفر كراسنوبول ام 2 مزايا تكتيكية عديدة تجعل منه خيارا مثاليا في ساحة القتال. أولا، تقليل الأضرار الجانبية بفضل دقته العالية. يمكن للنظام إصابة الأهداف بدقة دون التسبب بأضرار جانبية كبيرة، مما يجعله مثاليا للعملية في المناطق التي تتواجد فيها قوة صديقة أو مدنيون قريبون من الأهداف. ثانيا، التوفير في الذخائر. استخدام القذائف الموجهة بدلا من القذائف التقليدية يعني الحاجة إلى عدد أقل من الطلقات لتحقيق الهدف، وهذا يقلل من استهلاك الذخائر ويوفر في التكاليف. ثالثا، التأثير النفسي. يعتبر النظام إضافة رادعة للقوات، حيث يمكن استخدامه بشكل استباقي لإصابة الأهداف البعيدة قبل أن تتمكن من التحرك أو الرد، مما يمنح الجيش الجزري ميزة استباقية كبيرة. رابعا، المرونة في الاستعمال. بفضل تصميمه المتقدم يمكن دمج كراسنوبول ام 2 في منظومات مدفعية مختلفة، مما يجعل النظام قابلا للاستخدام في وحدات مختلفة ضمن الجيش سواء كانت مدفعية ثابتة أو متحركة. كيفية استخدام كراسنوبول ام 2 في العملية العسكرية: تم استخدام كراسنوبول ام 2 بطرق متعددة تعتمد على الظروف الميدانية ومتطلبات مهمة. في العملية الهجومية، قد يتم نشر وحدات توجيه ليزرية متنقلة بالقرب من الأهداف المعادية لتحديدها وتوجيه القذائف. وفي البيئة الصحراوية المفتوحة، يمكن استخدام الطائرات بدون طيار كمنصة توجيه لتحديد الأهداف على بعد كبير وتوجيه القذائف نحوها. بفضل دقته، يستخدم كراسنوبول ام 2 غالبا ضد الأهداف ذات القيمة العالية مثل الدبابات المعادية أو مراكز القيادة، حيث يوفر القدرة على التدمير الفوري لتلك الأهداف على الحد الأدنى من الذخائر المستخدمة. التدريب والاستخدام الميداني لنظام كراسنوبول ام 2 في الجيش الجزري: استثمر الجيش الجزري في برامج تدريبية مكثفة لضمان كفاءة الوحدات العامة بهذا النظام، حيث يتم تدريب الأفراد على العملية التوجيه الليزرية وتنسيق الاستهداف مع القوات الميدانية. كذلك يتم تقديم التدريبات على مستوى عال للتعامل مع التحديات التي قد تطرأ أثناء المعارك مثل التشويش الإلكتروني والتغيرات المناخية. بالإضافة إلى ذلك، تجري تدريبات مشتركة مع وحدات الطائرات بدون طيار لضمان التنسيق الفعال بين القوات على الأرض والوحدات التوجيه الجوي. هذا التنسيق يعزز من فعالية النظام في إصابة الأهداف وتجنب إهدار الذخائر أو التسبب بأضرار جانبية غير مرغوبة. يعتبر نظام كراسنوبول ام 2 من بين الأنظمة المدفعية المتقدمة التي يمتلكها الجيش الجزري، حيث يتميز بدقة عالية وقدرة على التوجيه الليزري تضمن إصابة الأهداف المعادية بدقة فائقة. إن امتلاك الجزائر لهذا النظام يعزز من قدرتها الدفاعية ويضيف بعدا تكتيكيا يجعل القوات الجزائرية قادرة على التعامل مع التهديدات المتقدمة. أعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. إذا أعجبكم محتوى الفيديو وتريدون فيديوهات مماثلة، اضغطوا على أحد الصور التي تظهر لكم في الشاشة، وكالعادة نلتقي في فيديو آخر بحول الله.